أعتقد من الضروري وهنا يأتي دور إسهام الإسلام في تنظيم شؤوننا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين. فلو تقيد الإعلام ولو تقيدت الأحزاب بهذا الجهد في التبين لفيريفيكاسيون لاستطعنا أن نتجنب كثيرا من المشاكل فيما بيننا وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين المجتمع وكثير من المشاكل فيما بيننا وبين الحكومة، لأن الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف وصلنا إلى هذا؟ ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا، لكن معناه أن هناك خطأ وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة وجعلته يرتاح إلى منظر الدبابة. جبهة التحرير الوطني تمثل بينكم الحزب الحاكم أو الذي كان حاكما أو الذي حكم باسمه. يلزم ننتبه بأن فيه من يريد تسويد كل هذه الفترة لتشكيك الشعب في ثقته بنفسه، لزعزعة ثقة الشعب، لإظهار الاستقلال بأنه كان تقريب خطأ. لجعل الأجيال التي لم تعرف نقطة الانطلاق تعتقد أن الخلاص هو خارج الجزائر. خارج الجزائر حضارة وتوجها واقتصاد وثقافة.